وختاما يجب أن نوجه تحية واجبة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فتح أمامنا باب الاجتهاد والتجديد واسعا لنعيد قاءة تطواسنا الفكري والفقهي قاءة عصرية في إطار الحفاظ على الثوابت، مؤكدين أن التجديد سنة كونية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يبعث الله عز وجل لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. ولم يقل يبعث لها عالما أو فقيها، وإنما عبر باسم الموصول الذي يفيد العموم، فقال أهل العلم والفقه: المجدد قد يكون عالما فقيها، وقد يكون حاكما عادلا، وقد يكون قائدا مصلحا، وقد تكون مؤسسة، وقد يكون ذلك كله. ونسأل الله أن يكون ذلك كله هو مناط التجديد، لأن التجديد حينئذ يكون أوسع وأشمل وأصع وأعمق وأدق. داعين الله عز وجل أن يسبغ واسع فضله ورحمته على جميع شهدائنا من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل من ضحى بنفسه في سبيل مصرنا العزيزة وتحقيق أمنها وأمانها وأمن وسلام البشرية جمعاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسكنهم جميعا فسيح جناته، وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى، وأن ينعم عليهم بنظرة الرضا التي يرضى بها عنهم فلا يغضب بعدها أبدا، وأن يلقي في قلوب أمهاتهم وآبائهم وزويهم الصبر والسلوان، وأن يملأ قلوب زوجاتهم وأبنائهم بالرضا والسكينة، وأن يخلفهم خيرا في أهلهم ووطنهم، وأن يكرمهم في أبنائهم وبناتهم، وأن يوفقنا للسير على خطاهم في إخلاصهم لوطنهم، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمناً أماناً سخاءً آخاءً وسائر بلاد العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.